رغم ان التمويل بارز في تمويل القنوات الفضائيه امر بارز للغايه، ولكن اعداد قناه وانشاء قناه يحتاج الى دراسات متعمقه، يحتاج الى رؤيه واضحه، يحتاج الى اعداد مسبق من البرامج، من الخريطه التي ستعلن او الخريطه الاعلاميه التي ستكون. هناك اشياء كثيره، ومع ذلك نحن نقر ان رغم هذا نحن تاخرنا عما كان يجب ان يكون، لكن ليس بالامر السهل. وهنا اشاره ايضا الى انه منذ عقود طويله والتمويل يتبسط على قنوات تنشر الفكر التشتتي، يجب ان نكون واعيين لذلك. كما تفضل الاستاذ الدكتور ابراهيم في الهدنه، كم من المدارس الاسلاميه في العالم كله في الغرب قبل الشرق تنشا باموال وبتدفقات ماليه تتبنى المنهج المتشتت المتطرف. كم من المدارس الاسلاميه، كم من الكتب التي تطبع باكثر الطبعات، كم من اجهزه النشر المتعلقه زي ما يسموه السي دي، كم من القنوات الفضائيه التي تنشا وتبث هذا الفكر المتشدد، كم من المؤتمرات، كم من الفعاليات، كم من الندوات، كم من المحاضرات التي يدفع لها بسخاء على مدى عقود طويله في العالم كله، وحكومات الدول تغمض عينيها من اجل مصالح اقتصاديه. بعد ان دمرت العقول وقصفت العقول على مدى هذه السنوات، الان يطالب الازهر بعد تهميشه على مدى اكثر من نصف قرن ان يقوم بمواجهه هذا فجاه، ويحارب من العلمانيين ومن التكفيريين في ذات الوقت والمتطرفين في ذات الوقت. يجب ان نعي هذا جيدا، ولكن القضيه ليست في القناه فقط، هناك امور اخرى كثيره، لكن القناه ان شاء الله سوف تكون قريبا باذن الله.